10 تماما بتوقيت أسمرة، إلى حضراتكم نشرة أخبار هذا المساء مستهلة إياها بالعناوين. إريتريا تشجب قرار الاتحاد الأوروبي. إصابة 45 مواطن بفيروس كورونا. دعوة لحل النواقص لبساتين بورتو ساوا. الصين تفرض عقوبات على أفراد وكيانات أوروبية ردا على عقوبات سابقة. وزراء خارجية الناتو يناقشون مستقبل مهمة التحالف في أفغانستان. وعشر قتلى على الأقل في إطلاق نار بولاية كولورادو. مرحبا بكم إلى تفاصيل النشرة. رفضت إريتريا بشدة القرار العدائي والمعيق الذي تبناه مجلس الوزراء الاتحاد الأوروبي ضدها. لقد استهدف الاتحاد الأوروبي بفعله الخبيث هذا مكتب الأمن الوطني الإريتري بصفة خاصة بمسمى تدابير تقييدية لانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة. ليس الاتحاد الأوروبي أي امتياز قانوني أو أخلاقي لإصدار قراره بالتزرع بتهم ملفقة لمضايقة إريتريا لدوافع أخرى خفية. في الحقيقة لقد ظل الاتحاد الأوروبي يعمل بإصرار لإنقاذ زمرة ويان البائدة والمحاولة لإعادتها للسلطة وتقويض جهود منطقة القرن الأفريقي لمواجهة التحديات وتعزيز التعاون الشامل والمستدام. استهدف الاتحاد الأوروبي إريتريا بصفة خاصة في محاولات عقيمة لدق إسفين بين إريتريا وإثيوبيا. وزارة الشؤون الخارجية أسمرة 22 من مارس 2021. وننتقل إلى أخبار أخرى، حيث أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 23 من مارس في مراكز العز في أقاليم الجنوبي والقاشبرك الأوسط إصابة 45 مواطن بفيروس كورونا، وأصيب 34 في الأقليم الجنوبي، 14 منها في عد خالة، وخمسة في صنعفي، وخمسة في مندفرة، وثلاثة في عد قيح، وثلاثة في دقمحري، واثنان في ميمنة، واثنان في دبروة، وتسعة في أديبرة بأقليم القشبركة، واثنان في أسمرة بالأقليم الأوسط. في قدون ذلك شفي 58 مصابة كورونا كانوا يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات، 40 منهم في الأقليم الجنوبي و18 في الأقليم الأوسط، ووفاة امرأة تبلغ من العمر 61 عاما جراء فيروس كورونا في أسمرة. وبهذا بلغت عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 3163، شفي منها 2923 ووفاة 8 مرضى، ولا يزال 232 مصابة كورونا يتلقى الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 23 من مارس 2021. أوضح شباب شعب العمل لإعانة أسر الشهداء ودعمهم بالمال والطاقات. جاء ذلك خلال العمل الذي يقومون به لصيانة 40 منزل أسر الشهداء والمحتاجين بتسخير طاقاتهم وأموالهم. وذكر منسق البرنامج المبادرات الكبيرة التي يقوم بها الشباب في المنطقة وأهمية توسيعها. وتشير وثائق فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة أن شباب إقليم شمال البحر الأحمر دعموا أسر الشهداء بأكثر من 736 ألف نقفة. من ناحية ثانية قدم مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية قنداح المواطنين المحتاجين بأكثر من 122 ألف نقفة ومساعدة شباب العمال 12 أسرة شهيد بمبلغ 72 ألف نقفة. طالب أصحاب البساتين في مديرية فورتو ساوا العمل لحل نواقصهم للدفع بإنتاجهم كما ونوعا. وأوضح أصحاب البساتين في واكاي بأن شح المياه الجوفية ونقص البذور المحسنة والمبيدات والوقود خفض من إنتاجهم
داعين الجهات المختصة لإبداء الاهتمام. وقال مسؤول التنمية المروية في المديرية المهندس مولو جبرزجي وجود مساحة 2500 هكتار صالحة للزراعة في وادي ساوة، ويجري تنمية مساحة 1500 هكتار حالياً، ويتطلب تنفيذ برامج تنمية المياه الجوفية للدفع بالأنشطة الزراعية، ودعا المزارعين لاستخدام السماد الطبيعي لتقصيب التربة بدل السماد الكيميائي وزراعة الأشجار المنتجة في ذاك الوقت تحد من انجراف التربة. يقوم سكان ضاحية إندرايب في مديرية أغوردات بأنشطة نفير منذ منتصف شهر فبراير الماضي لحماية التربة وحفظ المياه. وأوضح المشرف على حماية التربة وحفظ المياه في المديرية المهندس إدريس أدالة أن النفير الجاري في الأراضي الزراعية بتنسيق مكتب وزارة الزراعة وإدارة الضاحية سيستمر حتى نهاية شهر أبريل. وذكر مشاركة أكثر من 450 شخص في النفير 4 أيام في الأسبوع، وأكد السكان على أهمية البرنامج موضحين العمل لتدريج مزارع المحتاجين والمسنين أيضا. سيداتي سادتي، هذه كانت أخبارنا المحلية. فصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. فرضت الصين عقوبات على 10 أفراد وأربعة كيانات أوروبية ردا على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي في وقت سابق على أفراد وكيانات صينية لأسباب مرتبطة بقضايا حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم شمال غرب الصين. وذكرت وزارة الخارجية الصينية أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات أحادية الجانب على أفراد وكيانات صينية تتجاهل الحقائق وتشوهها وتتدخل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين وتنتهك القانون الدولي والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية. وتشمل الكيانات المشمولة بالعقوبات كلا من اللجنة السياسية والأمنية التابعة لمجلس الاتحاد الأوروبي واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة للبرلمان الأوروبي ومعهد ماركاتور للدراسات الصينية في ألمانيا ومؤسسة تحالف الديمقراطيات في الدنمارك. يتوقع الحلفاء الأوروبيون في حلف شمال الأطلسي أجواء إيجابية خلال لقائهم الأول مع وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلينكن في بروكسل. ووصل بلينكن إلى بروكسل في أول زيارة رسمية له لأوروبا تستمر 2 يوم، ويعقد خلالها اجتماعات مع وزراء خارجية الحلف بهدف تعزيز العلاقات. وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولنتبرغ في مؤتمر صحفي إن كل الخيارات لا تزال مفتوحة بشأن أفغانستان في الوقت الذي تنتظر فيه دول الحلف اتخاذ واشنطن قرارها بشأن المهلة النهائية للانسحاب. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الوقت قد يكون قصيرا فيما يتعلق بالانسحاب في الوقت المحدد من أفغانستان. وجاء ذلك في إفادة صحفية لستولنبرغ شاركوا فيها وزير الخارجية. وأكد بلينكن استمرار التزام الولايات المتحدة بحلف شمال الأطلسي، وقال إن هناك فرصة جديدة لتعزيز العلاقات بين واشنطن والناتو. قتل 10 أشخاص على الأقل أحدهم شرطي بعد قيام مسلح بإطلاق النار في متجر بمدينة بولدر في ولاية كولورادو الأمريكية. وقالت السلطات في وقت لاحق إنها قامت باعتقال المسلح. ووفقا للسلطات فإن مسلحا أطلق النار في سوبر ماركت كينغ سوبرز في المدينة الواقعة على بعد 50 كيلومتر من دانفر عاصمة الولاية قبل أن تعتقله الشرطة. ولم تحدد الشرطة هوية المشتبه به ولم تقدم أي تفاصيل بشأن دوافع هجومه.
ومن المتوقع أن يكون التحقيق في هذا الهجوم طويلا ومعقدا، كما يتوقع أن يستمر عمل فرق التحقيق الجنائي في موقع إطلاق النار لأيام عدة. وفي واشنطن قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الرئيس جو بايدن أحيط علما بما جرى في بولدر. والخبر الأخير في هذه النشرة، اكتشف علماء آثار صينيون أداة حجرية نادرة يرجع تاريخها إلى 20,000 سنة في مقاطعة جيلين بشمال شرق الصين، ما يسلط الضوء على أساليب صنع الأدوات الحجرية في العصر الحجري القديم. وقال شوي تينغ الخبير بمعهد جيلين للآثار الثقافية وعلم الآثار إن الأداة عبارة عن شفرة مخروطية يبلغ طولها 53 سنتيمتر ووزنها 16.3 كيلوغرام، مشيرا إلى أن الأداة مصنوعة من الزجاج البركاني الأسود وبها 14 ندبا ناجما عن عملية قشر الحجر الاصطناعي. وأضاف أن الاكتشاف مهم لمعرفة أساليب صنع الأدوات الحجرية في المنطقة خلال الفترة الحجرية القديمة. وبهذا وصلنا وإياكم إلى ختام النشرة، قدمناها لكم تلفزيون دولة إريتريا. أشكركم على المتابعة، إلى اللقاء.